أكيد أنت شفت العنوان، شلون جابوا قطعة خارجية بدون ترجمة، دست عليها، جيت تشوف المحاضرة. الموضوع يا شباب، حتى أكون واقع وصريح وياكم، إنه قطعة خارجية إذا عندك معاني، إذا عندك ترجمة، أنت راح تحلها أنت مغمض، تاخذ 10 درجات وتطلع. وأنا أقول لك مبروك عليك من هسه. أكو طالب لا، أكو طالب مستوى صفر، يعني من تجي القطعة الخارجية خلص عاف القطعة الخارجية كلها، حط عليها ترك وقال اروح خلص بعد انتهت، ما يحل خلص صفر، يعني ما يشحل من عنده. اذا يكذب راح ينطرون في الدارسين او درجة بالزايد، واذا ما كذب هو ماخذ صفر. فيقول لك انا ليش اكذب بطب النار، وهاي خاو بدون ما اكذب خلي اخذ صفر واطلع. انا راح احل، راح اشرح هذا للطالب اللي ياخذ صفر. يعني انت اذا جاوب قطعة خارجية تاخذ 8 تاخذ 10 خلص تتابع المحاضرة، بس اللي ياخذ صفر ياخذ صفر اثنين ثلاثة يجي يمي. راح اشرح له هاي الخطوات تساعده بالحل، يعني ياخذ 6 ياخذ 7 ياخذ 8 ممكن، واذا هو حظه ممكن حتى ياخذ 10 بعد، اذا عنده شوية من هاي لملم حظ ما اعرف شنو فيوصل 10 بها. شلون نجاوب القطعة الخارجية؟ يا شباب بالقطعة الخارجية عندنا 4 انواع من الاسئلة، طبعا داخل كل الصفوف، يعني مو بس السادس، يعني ثالث رابع خامس اول ثاني، لا اسئلتهم تجي بسيطة. ادوات الاستفهام، هذا النوع الاول، يعني سؤال يبدا باداه استفهام، او سؤال يبدا بفعل مساعد، او نقطه الترو فولس، والرابع هو عنوان القطعه. هذا يجيك اخر نقطه، هي النقطه السادسه. انت تجيك 6 نقاط، هذين 6 نقاط يشكل عندنا هاي ال4 اسئله او 4 انواع من الاسئله. استاذ انا ادوات الاستفهام ما فهمتها. ادوات الاستفهام اللي هي جماعه الدبليو اتش والهو، اللي هن الوير والوين والهو والوات والواي والهاو، هاو لونج، هاو ماتش، هاو ماني، هذول كلهم يسمونه ادوات استفهام. اذا بدا سؤال او اذا بدات القطعه الخارجيه والسؤال باداه الاستفهام، بدالك الجمله او السؤال باداه استفهام، يعني بوحده من ذني. هنا يا شباب ناخذ الكلمات الموجوده بالسؤال، الكلمات اللي لقيتها بالسؤال تاخذها ونشوفها وين باي جمله بالقطعه، يعني تاخذهم تروح تشوفهم باي جمله بالقطعه اللي لقيتهم، تاخذ السؤال اللي موجودات الكلمات موجودات بالسؤال كلهن وتوديهن وين بالقطعه، تاخذهم وتوديهن بالقطعه. يا شباب هاي القطعه الخارجيه تجيك بهذا الشكل، هاي قطعه وهاي الاسئله مالته. هنا انا بادي لك وحده من ذن، مثلا نقول هاي باديه بوات، هاي باديه بوير، هاي باديه بوين، خلينا نقول هاي باديه مثلا، عندك سؤال هنا انا بادي بهو، هنا أنا سؤال بادي بواي مثلا، خلينا نقول يعني هاي الاسئله تشيك بهذا الشكل. احنا عندنا بس 6 اسئله هاي زايدات. اجيت انت سويت؟ لقيت ان ذنس اسئله باديه باداه استفهام، تروح تاخذ الكلمات الموجوده هنا بالسؤال توديهم بالقطعه. انت القطعه مالتك مقسمها الى جمل، مثلا هنا جمله، هاي جمله، جمله طبعا تنتهي بنقطه بعلامه استفهام او تنتهي بفاصله او هيك شيء، يعني هاي هنا أنا جملة، هاي هنا أنا جملة، هاي هنا أنا جملة. يعني هسه لا تجي تحسبها ايش كم جملة عندك، 1 2 3 4 5 6 6 جمل. اوكي هسه الجملة النقطة هاي القطعة مالتك كونت من 6 جمل. أنا لقيت السؤال بادي بأداة استفهام، اوكي خلي نقول هنا أنا بادي أداة استفهام بوات، أو السؤال بادي بأداة استفهام وات، راح اخذ هذا الحكي او هذا الكلام الموجود وين؟ هنا اخذه مثلا لقيته هنا، لقيت مركزه هنا، ذني الكلمات اللي اخذتها لقيتها هنا، اذا هنا راح يكون عندي جواب. زين استاذ شلون اجاوب؟ يعني وين وين يعني اوكي ايش راح اجاوب هنا؟ انت مو اللي حددت بالجمله الاولى السؤال بي من بادي وبوات. إذا السؤال بادي عندك بوات تكتب الجملة الأولى كاملة، يعني حل هاي راح تصير عندك الجملة الأولى كلها تكتبها من هنا لحد هنا، يعني بادي بيمن قلنا بوات، احنا بوات تكتب الجملة كاملة. أنا أول خطوة أحدد الحل مالتي وين راح يكون، حددته من خلال الكلام الموجود بالسؤال، حددته هنا بالجملة الأولى. الجواب مالتي راح يكون الجملة كلها لأن السؤال بادي بوات. زين أستاذ ما افتهمناه، تعال عد على السؤال الثاني. هنا هم لقيت الكلام، الكلام موجود هنا، هذا الكلام أخذته
لقيته مثلا، خلينا نقول بهاي الجملة هنا، هذا من هو؟ جماعة الوير، لقيته هنا. اللي بعد السؤال بمن؟ بوير، لقيته هنا بهاي الجملة، يعني الحل مالته راح يكون منا لحد هنا. هذا الحل مالته منا لحد هنا بهاي الجملة راح يكون. أنا لقيت وير، الوير شلون أجاوب عنها؟ أجاوب عنها باسم المكان فقط. يعني هنا أنا راح ألقى فد اسم مكان بهاي الجملة أكتبه. بس. ألقى اسم المكان بس أكتب اسم مكان. أستاذ مو نكتب الجملة الأولى من كاملة؟ حبيبي إيش تكتب الجملة كاملة؟ الله يخليك. هاي بس بالوات، بالوير تكتب اسم المكان فقط. يعني مثلا سكول، مثلا سينما، مثلا بارك، مثلا هاوس، اي شيء، المهم يعني هوتيل، فندق، يعني خلص هاي الاسماء بس، هاي اسماء تكتب اسم مكان، انتهى الموضوع. ما فهمناه. بمن بعد السؤال بوين؟ هنا انا لقيت الكلام، هذا الكلام موجود عندي هنا. هذا الكلام هم اخذه وين وديه؟ هم اخذه وديه القطعة. خلي نقول الكلام لقيناه هنا بالجملة الثانية. يعني الحل مالتي راح يكون منا لحد هنا، منا لحد هنا. هذا الجواب مالتي. الوين يا شباب شلون نجاوب عنها؟ بالوقت. يعني هنا أنا راح ألقى بالجملة الثانية وقت. هذا الوقت الموجود بالجملة الثانية أكتبه بالجواب. أستاذ الوقت شنو؟ yesterday, tomorrow، وقت، ساعة، شهر، سنة، تكتبهن. يعني أنا بس لأن لقيت وقت تكتبه خلاص انتهى الموضوع. يعني كلش بسيطة، الوقت معروف يعني. مثلا يوم ما yesterday، يوم ما ago، last، then السوالف، next، next month، next، next year، ساتردي، ساندي، لاست نايت، المهم وقت يعني، ظرف، شهر، سنة، مهم، المهم وقت كتبه. استاذ بس الوقت اكتبه؟ اي والله بس الوقت، كل شيء ما تسوي بس الوقت، لا تحذف ولا تعوض ولا تاخذ ولا تجيب ولا تودي، فقط الوقت تكتبه وانتهى الموضوع خلاص، فضت السالفة وراح. زين استاذ السؤال بادي بهو، بادي بمن؟ بهو. الهو يا شباب نكتب بس اسم الشخص. يعني هنا أنا تاخذ الكلام توديه، مثلا هذا الكلام لقيته هنا، هذا الكلام الحل ما تكسر من هاي الجمله لحد هاي الجمله، هنا راح تلقى اسم شخص تكتبه فقط، اسم شخص عاقل، مثلا ذا دكتور، ذا مان، احمد، علي، جراند فادر، جراند مادر، ماي مادر، ماي فادر، هذني اسماء تكتبهن، اي اسم شخص تلقاه عاقل تكتبه هاي. لطيف لطيف، لقيت هنا واي، هم راح تاخذ هذا الكلام الموجود هنا توديه بالقطعه. خلي نقول لقيته بالجمله الاولى، جماعه الواي، لقيت الواي وين؟ بالجمله الاولى، هذا الكلام لقيته بالجمله الاولى. وبعد السؤال بواي، الحل مالته راح يكون من بيكوز لحد التو وينتهي بالنقطه. اذا لقينا مثلا هنا يا اما بيكوز يا اما تو بهاي الجمله، الحل مالته راح يصير لحد النقطه اكتبه. باختصار الوات نكتب الجملة من نقطة للنقطة، الوير اسم المكان فقط، الوين اسم الوقت فقط، الهو اسم الشخص العاقل، الواي يبدأ الحل مالته من البيكوز والتو. قبلها خطوة مهمة جدا، نحدد الكلمات الموجودة بالسؤال ناخذها نوديها بالقطعة ونشوف بيا جملة موجودة. أنا الحل مالتي راح يكون بالجملة اللي لقيت بيها الكلام اللي موجود بالسؤال، هاي هذا الحكي مالتنا كليته. زين استاذ اذا لقينا ترو فولس، ها طبعا النوع راح اخذك اياه، يعني جماعه الترو فولس هذا، يعني هسه احنا اخذنا شنو اداه الاستفهام، راح اخذ لك ترو فولس وياه هذا حتى نعرف ان ترو فولس. هذا الترو فولس هم تاخذ الكلام الموجود هنا فوق، هذا الكلام تاخذه بيا جمله، تاخذه تشوفه اذا يشبه الكلام الموجود بالقطعه تخلي ترو، الكلام هنا ما يشبه القطعه تخلي فولس، كلام موجود بالقطعه تخلي ترو، ما موجود يعني ما بيشابه، مو موجود، هو موجود بس ممكن ما يشبه، يعني مخليك هنا شيء وهنا شيء ثاني، راح تكتب فولس، خليك هنا نفسه تكتب ترو، هاي واضح. بس اوكي هذا عرفنا النوع الثاني الاول والثالث، بقى عندنا الفعل المساعد. استاذ الفعل المساعد شلون احله؟ هسه راح اقول لك انا شلون تحله. اذا بدا السؤال بالفعل المساعد، انا متوقع اكثر الطلاب شو يسوون؟ يروح يجيب الجملة نفسها ينزلها، يعني نفس ما هي موجودة بس بالقطعة ينزلها بالجواب. غلط. إذا بدأ السؤال بفعل مساعد is وار وام was where do does will have has had، هذني أفعال مساعد يعني مو أداة استفهام، فعل مساعد. نتبع القاعدة الآتي، قاعدة هاي لازم أنت حفظها، أوكي؟
إذا جاوبت بيس راح تكتب ضمير الفاعل وفعل مساعد. ضمير الفاعل موجود فوق بالجملة والفعل المساعد موجود فوق بالجملة، أنت بس تخلي عندك يس. شو وقت تستخدم هاي القاعدة؟ إذا كان الكلام متطابق، يعني الكلام اللي فوق يشبه الكلام مال السؤال، يعني نفسه ما بي اختلاف، فراح تكتب أنت جاوب بيس، تكتب ضمير الفاعل، تكتب الفعل المساعد. أما إذا نو جاوبت بنو، يعني الكلام غير متطابق، راح تكتب ضمير الفاعل الموجود فوق، يعني هي شي ات يو وي ذي، تكتبه. فعل مساعد اللي هو الاز والار والام والوز والوير، ونوت تخلي بالاخير نوت، هاي اذا جاوبت بنو، يعني الكلام مالته غير متطابق. استاذ شلون يعني؟ خلينا نعطيك هنا مثال. داز هي سبيك عربيك، جايبك هذا بالسؤال مال القطع الخارجيه، انت ما عرفت له، انت راح تجي تنزل الجمله اللي فوق تنزلها جواب غلط. لازم تعرف هسه راح تاخذ هذا الحكي، تاخذه من السؤال تشوفه فوق متطابق لو متطابق. اذا متطابق راح تكتب يس، ضمير الفاعل اللي هو من هو هي، والفعل المساعد اللي هو داز، يس هي داز، وتحط نقطه وانتهى عند الحل. اذا تريد تجاوب نو يعني غير متطابق، يعني هذا ما يشبه الفوق، راح تكتب نو اللي هي ضمير الفاعل، الداز الفعل المساعد، وتخلي نوت ونحط نقطه وانتهى عند الحل. بس هيجي مو تروح تكتب الجمله كاملتين، شو اسوي بها انا استاذ؟ يعني احنا نجاوب كيف؟ لا حبيبي، هذا اذا كان الحكي متطابق فوق، بس انا جاوبتك كان بثيناتين. اذا كان الحكي متطابق يشبهه تكتب يس هي داز، اذا مختلف تكتب نو هي دازنت. عندنا هنا ايز علي يا دكتور، اذا تريد تقول مثلا جايب لك فوق بالقطعه علي از ان انجينير، علي مهندس، هو بالسؤال قال لك ايز علي يا دكتور، راح تقول له نو يعني مو دكتور ومهندس، فراح تقول له نو. علي ضمير الفاعل مالته هي، علي ياخذ هي، يعني علي لازم نسوي ضمير فاعل، ننزل الفعل المساعد اللي هو اس، ونخلي نوت بما انه احنا خلينا نو. اذا تريد تقول ايه هو دكتور، يعني هو فوق كاتب لك دكتور وهنا هو كاتب لك دكتور، يعني نفسه، فراح تخلي يس هي ضمير الفاعل والفعل المساعد اللي هو اس، ونحط نقطه وانتهى عند الحال. هذا اذا بدا فعل من هو فعل مساعد، يعني هذه القاعده ما لازم انت حافظها، ولازم تخلي ببالك انه الفاعل مالتك لازم يكون ضمير، اذا بنيه تعوض عنها بشي، واذا هي شي تبقيها شي، واذا ولا تعوض عنها بهي، واذا هو هي يبقى هي، اوكي. والافعال الباقيه تعوض عنها الفواعل، عفو they you we، هذا هو يجيبك اياها بالسؤال ثابته، واضح؟ يعني هنا أنا اذا نجي على الجمله على الكلام مالته متطابق نطبق هالقاعده، غير متطابق نطبق هالقاعده. مو تروح تكتب الجواب من الجمله فوق، ماكو جواب، هو بس يس ونو فقط. اذا اجى السؤال بفعل مساعد از وار وام وز وير ودو دز والله ودد وما ادري شنو، هاي افعال مساعده اللي هي ديد ويل، كذلك فعل مساعد هاف هاز هات، كل هاي افعال مساعده، اوكي. هذه اذا بدا السؤال فعل مساعد. شلون نعرف عنوان القطعة؟ طبعا هذا النقطة ثابتة، تجيك بالامتحان الوزاري أو الشهري أو نصف السنة، يعني ثابتة هاي النقطة، وجدا بسيطة وسهلة، وأعتبرها تقريبا مثل المساعدة، يعني بالأخص بالوزاري. شلون نعرف عنوان القطعة؟ أستاذ السؤال شلون يجي؟ Give the passage a suitable title، اعطي القطعة عنوان مناسب، title عنوان، suitable مناسب، اعطي القطعة عنوان مناسب. الحل مالتك شلون راح يكون يا شباب؟ الحل مالتنا هو هذا الحل مالتنا، the title is، العنوان هو، وتكتب هنا اسم العنوان، هنا تكتب اسم العنوان، تخلي من هنا هذه وهذه من هنا quotation marks، وتكتب بيانات اسم العنوان. استاذ زينان اسم العنوان منين اجيبه؟ شلون اعرفه؟ انا ما عندي ترجمه. شوف اسم العنوان راح اقول لك فد شغله جدا مهمه راح تلقاه بالاسئله. الاسئله مال قطعه. استاذ شلون القاه بالاسئله مال قطعه؟ اكثر شيء مكرر باسئله القطعه كتبه بالعنوان. اكثر شيء تلقاه مكرر باسئله القطعه كتبه بالعنوان. يعني مثلا لقيت كلمتين مكررات اكثر مره، هذين الكلمتين تكتبه هنا. كلمه مكرره اكثر مره، كلمه تكتبها هنا. واغلب الاحيان، اغلب الاحيان العنوان يكون اسم شخص او اسم مكان او وات ايفر، يعني اما اسم شخص او اسم مكان. فانا راح القى هنا بالاسئله، يعني الاسئله احنا مو عندنا اسئله مال قطعه، هاي الاسئله مال قطعه، با
فهو عليهن اكثر شيء مكرر باسم بالاسئله مال القطعه راح تكتبه كعنوان رئيسي للقطعه، واضح؟ وانت لما تكتب هذا الترتيب راح تاخذ درجه حتى لو ما العنوان كاتبه غلط، يعني بس تكتب ذا تايتل از وهاي الترتيب راح تاخذ درجه كامله، اوكي؟ يعني درجه مو درجه كامله، مو درجتين بس درجه واحده تاخذ، اذا لقيت اسم العنوان راح تاخذ درجتين، بس شلون تلقى اسم العنوان؟ تلقاه اكثر شيء مكرر باسئله القطعه، واضح؟ هاي هنا خلصت عندنا القطعه الخارجيه، اتمنى تكون استفاديتوا، اذا استفاديت شير سبسكرايب لايك اند ايفريثينج، اوكي؟ وان شاء الله نشوفكم المحاضرات الجايه.